بسيطة يا أم الضاح. إي والله إذا ما بخلي لك ابنك والضاح يسوح بالحارات ما بكون صبحية. ولا هي شرنة سميحة، إي والله لا خلي لك إياها بوشك طول العمر. هلأ وقتك يا شيخ جوهر، إذا بدها تكلفني هالشغلة ليرة ذهب لأعطيها. وبدي إياك يا شيخ زمزم تجيبي لي والضاح على قفا وتخليه ما يعرف حلوة. والله يا أختي هاي الشغلة بدها الشيخ جوهر، أنا ما بقدر عليها. استني لشوف لك يا إذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضى، ما بقدر إجي مشوار تاني. يا أختي الشغلة مو بإيدي، إذا كانوا عنده أخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش أخواته عنده؟ لك الملك الأسود والملك الأحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك له والله أحد. اصحكي تفكري بالشيخ بشي عاطل، لأنهم بشوفوكي بسمعوكي. هي أنا نبهتك، انتبهي، بنبهوكي أول مرة بعدين تصطفلي. ما دخلني أنا أوعك. شو الصفحة هاي؟ يا سيدي هاي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أمه رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. ايه والله مو بعيدة يكونوا كذابين. يلا هلا اقطع. يا ولي ضايلك له والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف اوعك تعيدي مرة تانية، ولو بتكوني بآخر الدنيا بجيبوكي وبمسكوكي وبمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تنعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده تانية غيره ما دخلني. تصطفل منا إلهم لملوك الجان. يا رب سامحوني يا رب. والله بعينته هالشيخ، شيخ له انتو هو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافية شيخي. عدي ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. سكتي أنت. وضح ابن الرويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بن صبحية. إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. لا تخافي، يعني حلوانك عندي أكيد شو ما صارها، يعني حلوانك عندي. خلاص لا تنسي لي شغلة وضاح. توكلي على الله أم صفوان. ولك رويدة مو هي لمقطعة أم صفوان. ما بعرف يا مو، بس والله يمكن هي يبعت لدائسل. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي أمي عاوزتك. يي هي أنتو والله ما عرفتكم. يو اي بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالعة من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شوية وجع راس، قلت اروح لعند الشيخة زمزم خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه سمعتك عم تقولي لا تنسيلي شغلة وضح. وضح ايه قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. الله يقصف عمره هالام عبده،
شلون شافتني وعرفتني. والله بكرة لا تفضحني بالحارة، وخصوصي إذا حكيت لأم وضاح. هي من غير شي ما بطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لأبنها؟ ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟ شو بدي ساوي هلأ؟ إيوا والله ما لي غير اسبقها لعند أم وضاح وأقطع عليها الطريق. شو هاي شغلة وضاح يا ترى؟ ومرت عمي أم صفوان عم توصي مرت الشيخ جوهر إن ما تنساها؟ غريبة. والله ومسكتك يا كرنيبة يا شرنة. وقال شو؟ بتنظنظ لي حالة وبتتمسكن وبتقول أن غشيمة يا بعدي، وبحياتها لا راحت على الشيوخ ولا بتعرف بهالشغلات. الله لا يوفقك يا صبحية. قال أم صفوان قال إن شاء الله ما بتشوفي الصفا والهنا بحياتك يا مقوصة يا محورقة. معناتها من هيك عبده تغير من يوم ما أخذ بنتها. يا ترى كم حجاب صارت عاملت له؟ والله أعلم شو عم تسقي والطعمي كمان. لا هاي شغلة ما بينسكت عنا بنوب. اي والله بتروح لي الصبي. يامو شبك شوفي يامو شو بوضح؟ يعني ليش لحتى مرت عمي أم صفوان تساوي له حجاب عند الشيخ جوهر؟ يو وانت شو دخلك بهالقصة؟ شو دخلك فيها؟ وأخوكي أبو صفوان ما عم يعطي كلمة لحدا، مو رضيان، وكل يوم بيجينا خطابة. يو ليش أخي ما بده يجوزها لهالبنت؟ مبلا بس يا ستي، قال هالبنت مندورة لوضاح. أبو وضاح قايل له لأخوكي يوم الخلقة زكية هاي ما بتفرط فيها، بتخلينا إياها لوضاح. لا مرت أخي لا، إذا أجا نصيبها جوزيها حرام، ما بيجوز. بعدين يعني بركي وضاح ما بده إياها وهي ما بدها إياها، إيه ما بصير نجبرهم حرام. عن إذنك مرت أخي لأشوف مين على الباب. أه يا كرنيبة بعرفك، أنا اللي بعرفك طول عمرك ما بتطيقينا. هلأ بنتي ما عاد تعجبك مو هيك؟ ماشي الحال، دبارك عندي. إذا ما بجوزها لابنك غصب من عنك وبتحشب بنخيرك دحش، ما بكون أنا أم صفوان. والأيام بيناتنا معناتها أم عبدو ما لا حكيت إلا لأم وضاح عن روحتي لعند الشيخ جوهر، لأنه لو حكيت إلا كانت لمحت لي. قال كانت لمحت لي، إيه كانت قللت قيمتي. بس إن شاء الله أم عبدو تضل ساكتي. أنا لازم أقطع الطريق عليها وأخطب رويدة لصفوان، وقبل هيك لازم لف على أم خيرو باين عم تدور على عروس لابنها، وهيك كونوا ضمنت عريسين لزكية إلا ما يزبط واحد بيناتهم. إن شاء الله إلهي عمل لما بتفرحي بصفوان يا حق. وانتي كمان الله يفرحك بنصري. منيني حسرة. ايه والله حب على قلبي اليوم قبل بكرة، بس هو يقبر قلبي ما عم يعجبه العجب ولا الحنية برجع. كل ما بأرجي وحدة بيطالع لي فيا ميت علة وعلة. هلا نصري هاد القصير اللي ما بيطلع شبر ونص قال مو عاجبته ولا وحدة. اسكتي ولا يبلاكي بقطع لسانك. قومي على قطك. ايه شو حكي انا يوم يحاكيك الحكيم ما يلاقي لك دواء. قومي على قطك. قال متنا قال المثل يقول اول. رايحة. وينك أم صفوان؟ تركيا تقبريني. تركيا صغيرة لسه ما عم تعرف شو عم تحكي. اللي بعت لحمها قال صغيرة قال والله عم تنخطب يا أم نصري. مين عم يخطبها تقبريني؟ إن شاء الله ألف مبروك. والله عمتها أم وضاح طاير عقلها فيها وبدها تخطبها لابنها وضاح. أم وضاح؟ إيه ليش، وين رح تلاقي عروس بجمالها وحلاوتها وتقانتها؟ ايه بس يا خالي ام صفوان، انا سمعت انه ام وضاح بدها تخطب لابنها رويدة بنت ابو عبده. بنت ابو عبده؟ ايه، ويمكن اليوم او بكره يروحوا يقروا فاتحتها. يقروا فاتحتها؟ ابنك بحمها يا بنيتي، لك شو دخلك انت؟ بركي الجماعه بحبوا القصه تضل مستوره. ايه معلش تقبريني، رويدة ولا زكية بنات عم ما في فرق بيناتهم. مزبوط، يلا تقبريني نحن رح نقول لك خاطرك. قاعدين والله قاعدين. ان شاء الله بتقعد على قلبك العافيه يا حق خاطرك. الله يسلمك. الله يسلمك، مع السلامه.
هيك لكان يا أم وضاح، شو عليه؟ وهي شافت أم خير وإجت لعندي لزقت وما عاد تحركت وما طلعت إلا طالعتن قدامها. الله عليك يا أم عبدو، كأنك أنتي معي. يبعت لداء السل شو قوية. الله يعين أخي أبو صفوان عليها. إلا لأ موضحا روحت أم صفوان لعند الشيخ جوهر. يو بكرة بتأذي لابنها. دخيلك يا الله، هي ابني بين إيديها كمان. الله أعلم شو ممكن تساوي له. دخلك إجا أخوك أب محجوب من بيروت؟ إجا. إلا كان خليني حاطة على راسي. وفيقة وينا؟ بأوضتها مع جوزة. نسيت أحكي لك مبارح شو ساوت زكية عنا بالبيت. على قد ما ضحكت ما ضل لي خواصي. والأحلى من هيك إنه كل هذا الشيء صارته قدام أم خير وبنتها سعاد ومشاهر وبنتها فلمية. يا حرام، والله بزعل عليها. أحكي لي شو ساوت. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لي. لو هذا كله قدام النسوان لك سودت وشنا. لا والأنكى من هيك، قال حاطة براسها إنه نحن بدنا نخطبها لوضاح. والله؟ ايه والله. صحيت سكرت. من كام يوم كنا راجعين من السوق ومرينا بالحارة قدام بيت الشيخ جوهر وما شفنا لك إلا مرت خالك أم صفوان طالعة من عنده. خير يا مو شوفي. ايه بس هي الخبرية بتهم رويدة أكتر من غيرها. شو رويدة خانوم، ما بدك تعرفي شو الخبرية؟ شوفي صفوان خطيبك. شبو ليكون مات هو الثاني. ليش عم تفاولي على اخي وليه؟ بس يا بنات انت وياها لفوها وبلا حكي بلا طعمه. يعني ما سمعتي بنتك شو عم تحكي على اخي مرت عمي؟ ايه خلاص يا امو، كلمه وقالتها مو قصدها. ايه لا مرت عمي قاصدتها، اصلا هي مانا طايقته بنوب. ما زال بتعرفوا يا اختي اني مالي طايقته. ليش خطبتوني اياه؟ اه ليش؟ ايه علينا شبكون، لو عرفاني رح يصير هيك ما كنا حكينا شيء. شو بصفوان رشدي؟ سمعت وضاح عم يقول له ضب غراضك منشان تروح على العسكرية، لأنه الحكم دار ما طلع بإيده يزبط له إياها. دربي يسد ما يرد إن شاء الله. إن شاء الله أنتي ماشي يا رويدة، هلا بيجي أبوكي وأخوكي ومنتحاسب. وفيقة مالنا ناقصينك، اقصري الشر وطلعي على أوضتك يلا. شو عليه؟ طالعة مرت عمي. تضربي أنتي وأخوكي. لك روح ارجع عن ابر ولا مناصنا غير وزويزة نبر. بس لو ما كنت اخي واكبر مني كنت بورجيك شو راح اعمل. شو بدك تسوي يعني؟ روح على ابر وشي ولا ابر راح اسمك امك فوق. لك شوفي شوفي شو بكون. قصدتي يا بنت صبحيه فشيتي غلك. ولك يا وخمه يا ام انشحه، لك ما بكفي متحملين وخامتك وانشحتك وقله برودك. مرتي ما دخلها بنوب يا مو بنوب، بنتك اللي بدها ترباية. اذا قصدي ترباية أبي بيربيني مو انت. لك خرسلي. الله لا يوفقك يا بنت كتابة السحورة. خربتيها يا مو، خربتيها وقعدتي على تلتها. ليكي مرت عمي انت زودتيها معي كتير. ها اسمعي ولي لسانك بقطعه اذا بتحكي مع امي كلمة تانية. رجي الله يقطع لسانك يا كريبة. والله ركسر راسي. قولي قولي دخيل دخيل عبدو. رجي عم تساوي حامل الكرسي بدك تكسره على راس اختك يا كبير يا فهمان. يا عم شو عليك؟ لك شو فكرني انا متت ولا فكرني انا رجع كرسي بهالبيت؟ ها؟ وين هن السحوره اللي شفتها عم تطمرن هذيك المره بالحوض؟ اعوذ بالله. فضايل قل هو الله احد. ايه فضايل الله والنبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله. عمي الله يخليك، والله كل هالشي صار غصب عني. وشلون غصب عنك يعني؟ امي امي هي كانت تجيب لي هدول الشغلات وانا ما كنت بعرف اذا هن سحوره او غير سحوره، وهي كمان كانت تقلي شو اعمل فيهم. يعني انت ما بتعرفي اذا كانت سحوره ولا لا؟ والله يا عمي ما بعرف. ان شاء الله بعد بعيوني اذا كنت بعرف. ان شاء الله الهي بتعدميهم وبتعدمي امك صبحيه بنت الدومر يا حق. بس يا ام عبدو انت اسكتي. والله انا مظلومه يا عمي وحياة الله مظلومه. يعني بفهم من كلامك انه امك كانت تجيب لك سحوره وتجبرك على انك تحفري وتطمرين ببيتنا؟ اه ايه عمي ايه. وشو معناتها الابر المشكوكه بهي بقطعه اللي
والله ما بفهم بهالقصة يا رجال، بس النسوان قالوا لي أنه الإبر مشان يندمى قلبه دمي ليلي ما عمله أو ما عمله السحر، واللي مشان يذوب وينسلى هيك مثل اللي. ومين فينا اللي بده صبحية تجرح له قلبه وتدميله يا؟ مين يا وفيقة؟ ما بعرف عمي، والله العظيم ما بعرف. ما بتعرفي؟ ايه؟ شو علي؟ بكرة ببيت أهلك بتصير بتعرفي. الله يخليك يا عمي، الله يخليك، أنا بدي ضلني هون، ما بدي روح على بيت أهلي. اسمعي ولي وفيقة، إذا بدك تضلي هون وما ينخرب بيتك، بدك تقولي لمين معمول هالسحر. أمي قالت لي خدي هاي السرة وتمريها بقلب الجنينة، وسمعتها كمان عم تقول دواكي عندي يا رويدة. رويدة، إلهي لا يوفقك ولا يأشعك خير يا صبحية يا بنت الدوبري، الله لا يوفقك وينتقم منك. عبدو. إيه يا أبي؟ نادي لي على عمك أبو صفوان، قل له أبي عاوزك ضروري، ولا ترجع لي هو معك. يلا. أمرك يا أبي. بقى شو رأيك بعمايل مرتك معنا؟ هي سمعت بإذنك؟ أخي بصراحة الشغلة كلياتها مو فايتة براسي أنا. ولك بنتي، أنت متأكدة إنه أمك عطتك سحر وقالت لك حطيه بجنينة؟ عدنان، بلاها الحركات هي. أنا حركات هي؟ حركات النسوان اللي عم تعملها. ولك عم لك طالعنا السحر بإيدنا، وبنتك اعترفت بهالشي، جاي هلا تغمزها مشان تنكر؟ لك شو مفكرنا جدبان ولا على البركة؟ شو هاي غمزها ما غمزها؟ ما غمزتها. نهايته مرتك ما عدل فوت على هالبيت، يعني بالمشرمحي هالبيت إلا وخليته ابنا يا. تاني شي بنتك بتروح لعنكم بالشهر مرة، بتخلي الولد هون، ولما بدها ترجع أنا بدي فتشها بإيدي، وإذا أنا ما كنت موجود مرت عمها بتفتشها. إيه؟ وصلت لهون؟ إيه أخي، وصلت لهون وأكتر، ومرتك هي السبب. لك ما بتتذكر شلون ورطتك مع صورك أبو وضاح، وشلون طلعت بالخجة قدام رجال، ولا يوم ورطتك بخناقة مع أبو فخري، ولا ولا ولا، ولك شو بدي عدلك عدلك؟ إذا هيك ماشي الحال، قومي بنتي، قومي. أمي بيت أبوك يا أولى فيكي، أمي. وفي أمل أضل عن البيت إلا إذا هي رادت. إيه عمي، أنت بدك بيت جوزك ولا بيت أهلك؟ بدي بيت جوزي. إيش كان هيك، خليكي هون على طول، نحن كمان ما عاد بدنا إياكي. أخي أبو عبدو، نحن في لنا حرمة عندكم هون بالبيت، بدنا إياها بعد كم يوم، يعني من بعد إذنك. هذا موضوع تاني بعدين بنحكي فيه، يعني لبعد 40 من جي. ماشي، عن إذنك. إذنك معك. والله من امبارح مالك على بعضك، شو القصة؟ شو القصة؟ ولك بهدلتيني قدام الناس وعم تقولي لي شو القصة؟ أنا بهدلتك قدام الناس؟ إي نعم أنت. وبشو بهدلتك بقى؟ ولك مو عيب عليكي يا آدمية يا بنت الأوادم تعملي السحر وتبعتيه مع بنتك يحطه بأرض ديار بيت أخي؟ وشي حرق وشي طمر وشي رش، ولك أنت ما بتستحي أنت، ولك ما فيكي دم؟ أنا؟ وحياة راسك. لا تحلفي بالله ولا براسي، إذا بدك تحلفي احلفي براس أبوك لأنك عم تكذبي. لك عدنان، أنت من أمتى بتحاكيني بهالطريقة؟ لك أنا طول عمري رافع راسي وبشوف حالي إنه أنت ما بترضى يجيب حدا معدلي بالعاطل، هلأ قايم تبهدلني مشان بيت أخوك اللي عم يتبلوني تبلي. عم تبلوك تبلي؟ ولك بنتك هي اللي حكت بعظمة لسانها وقدام بيت عمها. مين؟ وفيقة؟ ايه نعم وفيقة. لك الله يقصف عمرها. ولا اعتدي عليها لأنه كشفتك ما؟ لك انت بتصدق عني هيك حكي؟ ولك انا بحياتي ما صدقت كلمة بالباطل عنك، بس لما بنتك بتحكي بعظمة لسانها بيكون حكيها مظبوط، ولك ساوتيني مثل الأملة المفروكة قدام بيت أخي. أنا؟ ايوه هلا فهمت الملعوب. انا ملعوب؟ ملعوب اختك ام وضاح ومرت اخوك ام عبده. شو دخل اختي ام وضاح؟ انا رح احكي لك القصه من اولها. هي اختك ام وضاح من غازه لانه خطبنا رويدة لابنك صفوان. شو الحكي؟ لعمه وام عبده مطابقه معها. لا هالحارة وضيعتوا هالسيف. طلع يا جدي
هالزمان الراح ما بين